لن ألقى مثلك يا بلدي يا أغلى حتى من ولدي. لن ألقى مثلك يا بلدي يا أغلى حتى من ولدي. لن ألقى مثلك يا تقرير صنع بمحبة كبيرة من قبل الزميل بدر، وكانت هذه تحيتنا لك. شريط حياة، يعني حاولنا على قدر الإمكان أنه نعرج على كل محطاتك المهمة في هذا التقرير. هو هذا نهج الشرقية ونهج برنامجكم أنتم ظهيرة الجمعة، يعني تبحثون دائما عن الشيء اللي ممكن أن يكون تاريخ مشرف أو تاريخ يرتبط بحياة الشعب والمجتمع. الحمد لله والشكر انه يعني انتم ذكرتوني هسه الان انه انا ما قدمت في حياتي مضى هباء. لا الحمد لله والشكر. لا يمكن ان ومشكورين جدا الشرقيه، يعني لها دور كبير في اغناء حياه الفنان. احنا نشكرك. لا والعكس، وظهيره الجمعه بالذات. نعم. لانه دا الاحظكم انه تبحثون عن كل شيء مرتبط بالحياه الفنية، الثقافية، الاجتماعية. يعني ذاك اليوم من طلعتوا الممثلة أزهار اللي زارها سامي قفطان. نعم. يعني دوركم دور صار إنساني، دور اجتماعي، دور شهادة ثقافي. كبيرة أعتز بها، وجودك إضافة كبيرة لبرنامجنا. يعني أعتبر اللقاء وياك كان من أحلى اللقاءات في الظهيرة وإضافة كبيرة. رحب بمدير أخبار في قناة الشرقية الأستاذ وفاء داود الصفار. أهلا وسهلا، نورنا أستاذ. أول مرة وياي بالظهيرة. أنا ما خبرت الأستاذ أمانة، والله لحد الآن هو ما يعرف أنه إحنا شو محضري له. فأستاذ وفاء كان هذا التقرير اعتبرته إضافة إلى هذا التقرير. هذا أحسن تحضير. إضافة إلى هذا التقرير. تفضل أستاذ. خبر انت عن اهلا وسهلا استاذ فاروق. يا مرحبا. يا مرحبا. يسرني ويشرفني ان انقل لك تحيات الاستاذ سعد البزاز وقراره بمنحكم قلاده الابداع الذهبيه تقديرا لجهودكم على مدى اكثر من نصف قرن في مجال التلحين والموسيقى عراقيا وعربيا. شكرا. مع امتيازاتها، وهذا شيء جدير بكم أن تحملون هذه القلادة المخصصة للعلماء والمفكرين وكبار الفنانين والأدباء والصحفيين والرياضيين، فمبارك لكم هذا التكريم. وهذه القلادة. شكرا. وأيضا إضافة إلى قلادة الإبداع الذهبي. شكرا. والموفقية. مبارك لكم. وإحنا نسميك فنان الأجيال. تسلمون. طبعا أنا هذا مو جديد على الأستاذ سعد البزاز، لأنه هو بمواقفه وأفكاره النيرة. نعم. يتابع كل شيء اللي يمكن أن يثري الحياة الفنية. لذلك أنا يشرفني أن أحمل هذه القلادة، لأن أعتبر هذه القلادة هي الكلمة الطيبة اللي نسمعها بالآيات القرآنية يعني صالح الأعمال اللي بها الخير للناس الآخرين. لأن أنا أجد الشرقية يعني دورها دور مؤسسة أو دور دولة. ليش؟ لأن تبحثون عن كل شيء يخدم المجتمع العراقي. إذا كانت إنسانة بحاجة أو إنسان بحاجة إلى شيء، أو فنان من أجل أن يشعر أنه ما راحت حياته هباء، قضى 60 سنة ولا حد يسأل عليه ولا دولة تسأل عليه ولا جهة تسأل عليه، بس كافي أنتم تسألون علينا. هذا أعظم ما يتمناه أي فنان عراقي. قلادة الإبداع الذهبية تذهب إلى فنان من ذهب، وأستاذ سعد يخصك بالسلام. شكرا. وأيضا يطلق عليك لقب فنان الأجيال. شكرا. إضافة إلى الاستحقاق المادي لهذه الجائزة. لقب أفتخر به من الأستاذ سعد البزاز، لأن عودنا على كل شيء جديد وكل شيء يخدم الحياة الفنية والثقافية بالعراق.
ألف مبارك أستاذ. تسلمون أستاذ وفاء، شكر جزيلا. شكرا جزيلا. أشكرك جدا. مبارك. أشكرك جدا. شكرا.